عايش به. على حققنا النصر على ماكرون. ايه يا ودي كتقول هكا نولي مع جميع. ليه يا ودي نحكي في علاقه بالمقاتل. ايه بطبيعه الحال بطبيعه الحال حققنا بنسبه 77%. 77% في القطار البخير بقيه النسبه. نمشيو لتونس ونحكيو على ظهور رئيس الدستوري الحر عبير موسي على قناه التاسع. حكيت في كل شيء عبير موسي، ولكن من الحاجات اللي اثارت جدل خليني نقول على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي السؤال اللي كان طرحه برهان في علاقه بالشهداء، تترحم ولا ما تترحمش؟ نسمعوا عبير موسي شنو قالت اليوم بعد 10 سنوات من الثوره ونرجعوا للبلاتو. اقرا بيان الحزب الدستوري الحر في 14 جانفي، اقرا اللي احنا طالبين فتح ملف القناصه. الناس اللي يبداو يقولوا لهم هي عدوة شباب سيدي بوزيد، عدوة شباب القاسرين، مش صحيح. انا نقول لك تم التغرير بهم واستغلال مشاكلهم ومشاغلهم وصعوباتهم وفقرهم باش الناس تحقق اجنده سياسيه، جزء منها استغلوا خيانه الداخل وهشاشه النظام في تلك الفتره والناس كلها زي معترفه به، وجزء اخر جاء مستورد من الخارج. ما نعرفش علاش بن علي خرج. لماذا تصرون على استباق التاريخ؟ اعطيني ايش صار في 14 جانفي، اعطيني شو لحظه خلينا نتواصل شو هذا ماذا؟ شو هذا ما نختلفش معاك نتاع شنو هو؟ لا لا صحيح صحيح هذا انا شو طالبه؟ لا لا مش شهيد احنا خلي مش صحيح انا شوف التجميع والحكم التجميع لا لا شهداء هذه قتلك حلمي حتى كان قتلتهم كلينتون يتسموا شهداء اي شو المشكل؟ حتى كان قتلتهم كلينتون يتسموا شهداء انا جيت عرفت في هذا ويستحقوا انه نقراوا عليهم الفاتحه. انا مع الغنوشي انا مع الغنوشي ما نمشي معاه في حتى سيناريو نتاع مسرحيه. خطا تكتيكي خطا تكتيكي ما كانش الغنوشي ما نمشي معاه في حتى مسرحيه واضحه. انا نقرا الفاتحه وقت اللي يظهر لي خدام الاخر نقرا الفاتحه وقت اللي يظهر لي انا. ملخص في الاخر قالت انا مع الغنوشي ما نمشي في حتى شيء، وتقريبا دام سبعة دقائق على دو بارتي الحديث والسؤال كانت تترحم ولا ما تترحمش. اصرار من عبير موسي على انها تفهم شنو هو اللي صار، والربيع العربي وهيلاري كلينتون وشكون قتل القذافي وشكون قتل حسني مبارك وشنو اللي صار في العالم والثوره والربيع العربي و و و و و و باش ممكن وقتها تعطينا تترحم ولا ما تترحمش. هروب الى الامام العدد راف ماجور، وانت كنت حاورتها بوريان تلم عليك برشا انت ومجموعه الكرونيكور اللي كانوا موجودين معك في قناه التاسعه. يلا في ساعة باش نسمع الناس الكل، نبدا بالبدوي صفر 30 ثانيه بدوي. اللي متاكد اليوم عبير موسي كانك موجوده اليوم في السياسه وانك رجعت للتصويره انه راهو الشهداء هذوك اللي ماتوا هما اللي خلاوك موجود اليوم بعد اللي صار في 11 في 14 جانفي في 2011، انه اليوم راهو عبير موسي اليوم من الناحيه السياسيه وال نقولوا احنا الاستعراض اللي قاعده تعمل فيه خاصه في البرلمان ولا قاعده في التلفزيون الكل، لولا الناس هذوما اللي ماتوا اليوم في تونس وباش بدلوا نمط العيش ونمط السياسي في تونس راك انت ماكش موجود. وميمة شنية الاشكال انك تستعرف بهم؟ شنية الاشكال انك تترحم عليهم؟ كما قال برهين سمعته قال كان حتى قتلوا ما نعرفش شكون نعتبروهم شهداء، راهو مات برصاص هو اللي يموت مغروق ونعتبروه شهيد. شنو هو المشكله؟ ما وترحم وتعدى معناها ديباسي الحكايه، قول نترحم عليهم ونفضلهم هما كما قال بدوي. انت اليوم موجوده في مجلس النواب سونيا. انت قلت هروب الى مش قاعده تعمل عبير موسي. كيفاش قاعده تعمل عبير موسي؟ راهو نتفقوا ولو نكونوا ما نتفقوش معاها في اجمالا لكن كنا نتفقوا حول اني صامده في موقفها. بهذم شهداء هذم شهداء عباد ماتوا هذم بالكرتوش. انت تعرف 60 وشويه قبل سمح 60 وشويه قبل الثوره قداش بوريه نسيت الارقام 62 ومن بعد 300 بعد الثوره هذوما عباد ماتوا. تعرف اهميه الصوره؟ تعرف اهميه الصوره؟ هي الحكايه كلها شنية؟ الحكايه كلها اني تقرا فاتحه طلبها رئيس مجلس نواب الشعب. اللي طلب منها برهان قالت تترحم توا ولا ايه؟ صحيح هي مشيت فيها ثنيه هذيك من وقتها. من وقتها قالت لك انا الحاجه اللي يعملها الغنوشي انا لا. صحيح. ولليوم لا والغدوه لا وبعد 600 سنه الا ما تقولوا لي شنو اللي صار في 14 جانفي باش نقعد لا. فهم يعني ماهوش هروب الى الامام. مال علاش هي وانصارها؟ هذيك الاصل التجاري. علاش هي وانصارها؟ يقيمون الدنيا وما يقعدوهاش وقت اللي مخلوف يقول ما نترحمش على بورقيبه، ما هو حر هو زاده،
أين المنطق؟ أين المنطق؟ جي تعطيه درس ما ترحمش على بورقيبة. احنا نقدناه. ولكن راهو كيما بورقيبة كيما 300 عبد ماتوا توانسة مواطنين وهما عباد، بورقيبة يطلع ويهبط يقعد عبد إنسان. شو إجا نقول لك حاجة، بورقيبة مشى على روحه. بورقيبة مشى على روحه. و300 هما مشى على روحه. وراشد الغنوشي موجود وعبير موسي ماهيش باش تقرا فاتحة وتقعد لها تصويره مدى الحياه تقرا في فاتحه قدام راشد الغنوشي. في عندها تصويره هي قاعده هو رئيس مجلس نحب ولا نكره برهان. اما اش قاعده تعمل له؟ اش قاعده تعمل له؟ هو رئيس مجلس وهي يوميا شنو هي قاعده تقوم به عبير موسى؟ يعني شو ما تنتظرش وانا متاكده اللي مستحيل اي ما نتصورش اللي فما تونسي ما يترحمش على عبد مات مهما كانت الظروف. مهما كانت الظروف تونسي كونستيتوي نورمالمون. اي كونستيتوي نورمالمون. خاطر احنا الناس ما ترحمش على بن علي وعلى بورقيبه اللوموم وقول لهالدرجه انسان نجم يكون اعمى في حقده في كرهه. عبد مات انتهى، حتى كان خلافي معاه شخصي نقولوا فيه ادخلوا لعبد الميت ونقول له سماح وسامحتك. هذه ثقافتنا. 300 عبد ماتوا قبل وبعد الثوره بثلاث ايام وباربع ايام. هالهروب اذا الامام عبير موسي عم تبحث تربح في شكون هكا عبير مثلا؟ حاب نفهم انا استراتيجي الاقتصادي. هو الاصل التجاري نتاعها ما تنجمش تخسره. انت تو تتصور يا سونيا يهديك تتصور انا منطقي على الاقل حاول تقنعني. كان طلب منها برهان تقول له اي نترحم عليهم هما ناس غرر بهم بعثتهم كلينتون لمستنقع بعثهم القدافي ولكن ماتوا خرجوا يطالبوا في بالعمل وبالكرامة ولكن غرر بهم نترحم عليهم. ثم واحد من انصارها باش تخسره مستحيل برهان. شوف من أكبر سقطات راشد الغنوشي قبل 2011 عندما طلب منه يوم وفاة بورقيبة على قناة الجزيرة يترحم رفض الترحم عليه. ولم تكن أي مبررات تخلي التوانسة يستوعبوا عدم الترحم. قول ديكتاتور، قول حاول يعدمني، قول كذا. عند تعودنا في عاداتنا الموت ينهي الخصومة. الموت ينهي الخصومة. تقول لي باش نستثمر في جمهوري في جمهوري في جمهوري. أنا هالجماهير هذية الجماهير متاع العوام هكا اللي تحشد في كلمة وتحشد في الواحد. أنا شخصيا الآن نعمل في الإعلام عندي حتى بها علاقة ونقول له هذه جماهير غالطة، هذه جماهير مغرر بها الناس الكل مش اللي ماتوا مغرر بهم. حتى هالجماهير متاع نظران البخور تلقاه راجل بشنبات وعامل باش فيسبوك ويسب في الناس على خاطر الزعيم ولا الزعيمة. هذه الجماهير الحق الحق أنا لا أنظر لها، هذا من اللوطة. خلينا نناقشوا في قضايا حقيقية. أنا تمنيت على عبير موسي أن تحسم هذا الأمر. الترحم ليس مسألة سياسية، مسألة اجتماعية أخلاقية ورثناها على أبائنا وعلى أجدادنا. ليس المجال لتبريرها سياسيا على خاطر الربيع العربي صنع أمريكيا. ني تي مات في أكسيدان قول والله يرحمه ونتعدى. باهي عملها الغنوشي، جات في الفاتحة عملها الغنوشي. الغنوشي رئيس مكتب المجلس وانت نائبة رئيس مكتب المجلس. برا ادخل خذ المعركة مع الغنوشي كي هي معركة هكا معركة جنون من نوع هذا نكملوا فيه عاد. برا قول لهم نحيوا تصويرتك انت من مكتب المجلس وقت اللي هما حاطين السيدة عبير موسي نائبة رئيس المجلس. نحي تصويرتك كي تحضر له غاديك في المجلس هز شليكة واعطيها على راسه واخرج على روحك. كي تصوت وهو يصوت ويدعو للتصويت ما تصوتش. يقول جات في الفاتحة أنا تمنيت مثلا ولا يدعو للتصويت ما تزيدك تقولي ولا تمنيت في الجانب هذايا أنه نحسمه ونقدمه القدام. نحسمه ابقى على قناعاتك. هذا ربيع أمريكي خرب الأوطان خرب الدولة مؤامرة إخوانية لن يلومك أحد. أما قصة الترحم وأنا بالنسبة لي حبيت كانت فرصة على الأقل باش يتعالج ويتعدل الموقف. لكن هذه حرة ورايها هي ورايها هي حرة ولكن بابا كلام برشا كلام تقال على البلاتو برهان. خاصة يقول لك مثلا علاش مع عبير موسي تجيب ثلاثة تروا كرونيكور كالم رايدين كذا حتى تلام على خليفة وعلى ناجي هو كان معاكم ناجي أنهم تقريبا معناه حتى سؤال أسأل في العموميات ما رأيك في درا شنو أي كرونيكور يقول كان لا 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 عبير موسي. لا سيبا نورمال الوحيد اللي يحاول معناها معاه الزلم الحمد لله الزلم واجه ويعرفوا بعضها هذاك لا هذاك دليل على ديمقراطية بين الأزلام. نحن نقبلوا الرأي والرأي المخالف ونتعاركوا راهو الأزلام ونبينوا للناس الأخرين رانا نجموا نختلفوا ونجموا كذا. ممكن أنت والله يرحم سيادته هذاك علمنا علمنا الديمقراطية واختلاف الرأي. ممكن أنت عملت مراجعات لا لا بربي خلينا نعلمكم أنت عملت مراجعات ولكن هي يبدو لا حتى أنت كي قلت لها ما نعرف شنو كان الرد فريمون كان تاع باش من بعد الفيديو تتقص وتظهر عبير موسي شك قالت لك تحب تمركي نهارك وكذا للأمانة.
للامانه يقول لك مثلا شبيك انت تجيب سيف مخلوف تحط قدامه جراد عياط وصيح وتسميع كلام وكذا، وعبير موسي تجيب لها ناس شبيه ما جابوش جراد مريقلين ابريتو جراد هو من الناس اللي ضد عبير موسي. ليه؟ جيب حطه لها في البلاتو. الكلام مش عليك، الكلام على البقيه. لا ما يسالش حتى اصدقائي من واجب اني نوضح اولا. خلي بعد الاخبار ثلاث دقائق. لا 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 والله لا ارجع لها انا مفكرك ما ترحموش ما تعديلوش. لا يترحم هو ترحم هو ترحم. انت ما تفرش شيء تسال فيه. نعود بعد الاخبار ما تبعدوش. اي اف ام ميتيو. صباح الخير، نهاركم زين على اي اف ام احلى غاديو. اليوم الاثنين 2 نوفمبر نبداو الجمعه جديده باجواء مستقره سما صافيه مع شويه اصحاب في الشمال والمناطق الساحليه. واللي يزيد ما يستقصنا في الصبحيه هو الضبيب في المناطق الساحليه وبحدا السدود والغابات اللي يبدا يتنحى من 9 متاع الصباح. في العشيه باش يتواصل الطقس حلو والاجواء صافيه في الجهات الكل. الريح اليوم معتدله سرعتها ما تفوتش 25 كيلو.